هاي سياسة فاشلة، لأنه سياسة الاحتجاز هاي بتثور الأهل أكثر، بتثور الشباب أكثر، بولدوا ضغط أكبر على الأهالي. عملية فاشلة فيني أحكي لك، يا سياسة فاشلة بمعنى الكلمة، لأنه أنا لما ابني يكون محتجز أنا بدي أضل أطالب، بدي أضل أخلك بلبلة في الموضوع، ما بدي أقعد وأسكت وأتخبى عشان يعطوني جثمان. أنا ما عنديش إثبات إنه فادي عايش، لا في عندي شهادة وفاة، ولا عندي وثيقة من الصحة إنه جريح إنه أسير، إنه بدي وثيقة تثبتوا لي إنه فادي مستشهد. بتمنى من الله اني ادفن ابني ما يضل في الثلاجة، لاني بدي اكرمه، ربنا اكرمه بالشهادة ونحن واجبنا نكرمه بالدفن. ربنا اكرمه بالشهادة وانا لازم ادفنه لاكرمه، اكرم جثمانه، الروح عند ربها، بس الجثمان لازم نكرمه، ما بنفع يضل في الثلاجة. أحمل أنا نعشه، بدي أحمل نعشه وأخده وأدفنه أنا، وضلني ماشي في الجنازة أتمنى أحطه بالكبر وأدفنه وأرتاح حنيتها. مش أنا اللي برتاح حنيتها، ابني فادي اللي رح يرتاح ساعتها. كل أميات الشهداء نفس الحلم عندنا.